نتأسف كثيرا بوجود العديد من الحالات المرضية التي تحتاج لعملية زراعة النخاع العظمي، وكما نعلم أن هذا النوع من العمليات يجرى خارج الوطن وبتكاليف كبيرة تفوق قدرة أهل المريض، ليبقى السؤال مطروحا: ما مصير هؤلاء المرضى؟ على وجه ربي يشوفوا معانا، هكا على وجه ربي يشوفوا معانا وعاونوني في هذا الدراري، هذا واش نطلب. وعاونوني في هذا الدراري. هنا في ولاية سكيكدا وبالضبط بلدية عين بوزيان، تقطن عائلة عواطي ياسين المتكونة من 6 أفراد. تقي الدين 15 عاما، أصيب قبل 9 سنوات من الآن بفقر الدم المنجلي الحاد، والذي ترتب عنه مضاعفات أخرى خطيرة. أنا عندي دراري هادو تاعي مرض فقر الدم المنجلي الحاد، دركا عندي 10 سنين وأنا نجري بهم بلاصة لبلاصة، ماين نروح البيبان مبلع في وجهي. رحنا للسبيطارة تاع الدير تاعنا ما كان والو، ولينا نجيو لبلايص خلاف، رحنا لتونس، تونس لازمنا سوارد، تونس لهذا لؤي هذا 1.5 مليار، وتقي الدين ما يقدرش يدير لا في تونس لا في الجزائر، لازمو تركو ولا فرنسا ولا المهم الهدف تاعنا ولادي يرتاحوا وخلاص. عادت شغلتنا كيفاه با يرتاح تاقي، كيفاه باش ندي تاقي للطبيب، كيفاه الدم ساعات كاين ساعه ما كاين. وأيضا شقيقه لؤي الذي يصغره ب3 سنوات هو أيضا يعاني من نفس المرض. أصلا المرض هذا أثر عليهم بزاف، كما تاقي عاد تخمامهم على باليش أنه ما يخرج ليش، ساعات ما يخرجش من الدار غير بما يشوفش الغاشي، أثرت لبغى عليهم غدوة يكبر زيمها. لو اي شويه تخمام ولا بغاه هكيك على قده ما مخممش بزاف، بصح تاقي لوج ربي من نعولي لبغا تاقي لبغا ماشي في دوز، خلي نزيد نسوفري معاه هذا، بصح من نعولي تاقي وهذا لبغا نزيد نسوفري معاه لبغا 10 سنين خلاف، المهم يمنع تاقي لي كيما يقولوا المرحله تاعو راح تفوت هكيك. المهم انا يرتاحوا لي الدراري يتهناو من السبيطارات، انا كل شهر هذا كل شهر نديه ندخل نحيلو الدم نعاودو الدم خلاص، والاخر 21 يوم، هذا من عليه 3 خطرات من الموت، حبس قلبو وما ينحيلو في الدم 3 خطرات يمنع، اسمع ربي الحنان، لا قفازة لا والو، ساعة لي مازالتو كيما الخطرة اللي عدات ما عندهاش بزاف، زرق زراق وما ينحيلو في الدم حبس قلبو زراق خلاص، وصلتلو زروق الوجه. تحاليل وأشعة طبية وتنقل ما بين المستشفيات ليتضح في الأخير أن حالة تقي الدين ولؤي تحتاج لعملية زراعة النخاع العظمي، بينما الفرق أن حالة تقي الدين متقدمة عن حالة أخيه. أنا رحت البارح وأنا في سبيطار الدير على أجل لؤي، عندي درت له الدوسي تما، عنده تتابق المشاكل تاعو هذيك، عنده 100% مع اختو يقدر يدير في الدزاير. واش في الدزاير كي رحت البارح قالت لك الامكانيات ما عندناش، انا درك عام واش وانا نجي للدزاير، البارح كي زدت طلعت قالت قلت نصنا في مبعثوا لي زعما بان ندير على وجه ربي يشوفوا معانا، هكا على وجه ربي يشوفوا معانا وعاونوني في هذا الدراري، هذا واش نطلب. ما طالبه والو، اللي يقدر يوصل الصوت تاعي وصله، اللي يقدر يعاونني باي حاجه، اللي قادر يهزهم ويديهم يداويهم ما نقولش لا الديوان، المهم يرتاحوا ولادي وخلاص. درك انا كل شهر كيما انا كازي ما ندير لهم، درك انا نبقى كل شهر هك كل شهر هك كل شهر ما مع مرور الوقت العروق تاعهم يروحوا، انا من الطبه اللي يقولوا انا رحت لتونس رحت من بلاصه لبلاصه نجري بهم، ما عنديش بزاف ما عنديش شهر وانا في تونس، درت لهم التعييرات درت لهم كل شيء، مهما التعييرات اللي درت في تونس خرج درتهم هنا في الجزائر خرجوا لي نفسهم. درك انا الحل كيفاه؟ تضاعف الالم مرتين واصبحت العائله ضائعه ما بين هذا وذاك، لذلك قررت توجيه نداء استغاثه
لمساعدتها على علاج طفليها وإنقاذهم من مصير مخيف.